عسلامة ومرحبا بكم أعزائي مشاهدين قناة مزيكانا تي في، حصة أولى حصة جديدة دار ستار. دار ستار حابين نخمو في الستار، نخمو في الدار نتاعهم ونشوفوهم هما أفكارهم وثقافتهم في الديكوراسيون. كيف نعرفوا احنا الفنانين ولا التورجية ولا السياسيين نجومنا في تونس يخمو كان في ميدانهم الفني ولا الكرة، ما نعرفوشهم كيفاش يخمو في الألوان، اسكو يعرفوا يخلطوا الأزرق والأحمر شنو يعطي ديارهم، كيفاش يزرو لها ولا آخر اهتماماتهم هي الدار نتاعهم في الديكوراسيون نتاعها. ضيف حلقتنا الأولى باش يكون سوبر ستار نتاعنا، النجم الفنان الكبير اللي نحبوه برشا الفخورين برشا في دار ستار اليوم باش يكون ضيف بحدنا، هو الفنان فوزي بن قمرة. عسلامة فوزي. أهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك. مرحبا بيك بزاف. يبدو لي ما عمرك ما كنت ضيف في ميسيون تاع ديكوراسيون، أول مرة باش تكون أنت ضيف تاع ديكوراسيون في حصة تلفزية تونسية، ما عمرها ما صارت معنا. وأنت ضيفنا الأول وأنا حبيت تكون ضيفنا الأول على خاطر نحبك برشا، بس أنت تعرف أنني نحبك برشا. ربي يبارك فيك. والله كبداية فأنا نتشرف ومني باش نعطي دفعة آخر للقناة نتاعكم إن شاء الله. إن شاء الله. وحبيت نعطي فكره للتوانسه الكل اللي رغم الانسان عنده ذوق وعنده كاريتي جديده وعنده افكار جديده في الديكور، فاهم باس كي يستعين بالديكوراتور باش يقد دارو باش يعمل دارو، سواء كان دار داخليه سواء كان براني سواء كان جنينه سواء كان بيسين سواء كان اي شيء. فاحنا من عاداتنا وتقاليدنا ما نستعينوش بالديكوراتور، لكن رغم قلت لك رغم اناقتنا ورغم شيء اللي نكسبوه ما فيها فيها سكي نسحقوا ديكور ديكور بيس. فنان انت، انت فنان وحساس وارتيست. لا وزاد الديكور ديكور بيس يعطيك تصب روحك ويعطيك دفعة آخر وتقول لي يعني اشترك انت وياه، هو فن وانت فنك. ايوه. تخرجوا حاجة حلوة برشا. تقدر انت الاستاذ تخدم مع الفنانين الاخرين، فنانين ملحنين شعراء، الاستاذ تخدم مع فنانين من نوع اخر مش من فن الديكور من المعماري. اليوم ان شاء الله نخدم مع فنان. نشوفك انت كيفاش تجاوبوا مع المعمار. ان شاء الله ان شاء الله. زعما. اي ندخل نشوف ان شاء الله شنو باش نعمل. ندخل نشوف اما باش نعمل معاك قاعدة صغيرة. تفضل. تفضل قاش عمرها. تو كي تشوف مثلا في القنوات وتشوف الحاجات اللي قاعدين يخرجوا جدد ديزاين جديده في على جميع المستويات، في البابي با في الصالونات في بيت النوم في بيت الفطور، ثم حاجه جدد قاعدين يخرجوا مثلا بيت الاولاد بيت الصغار الكوجينات. والمراه ما تعرف خاصه المراه يدي واحد من اخو المراه ما تخدمش، ماذا بها المراه تكون دارها هي جنتها وهي ترتاح فيها ترتاح فيها وهي امنه وهي امانه وهي الراحه فيها. والانسان هذا كي يبدا في وسط داره بالديكور حلو وعصري وجديد يرتاح اكثر ما يمكن. صحيح. نحكيو على الديكور. نعم. نشوفوا الحاجات اللي تستحقهم عمليين في المنزل، خاطر فما برشا ناس تلقاهم نقصهم في بيت الفطور مثلا يعملوا اربع كراسي في الفطور وهي تستحق ست كراسي، فما ناس يعملوا فرج ببلاستين وهي تستحق بلاصه، فما ناس يعملوا فرج ببلاصه وهي تستحق بلاصتين، فما ناس في الدار يبداو حريق وفارغ ما يعرفوش شنو يحطوا فيه. قبل ما نحكيو على الديكور نشوفوا لازم الدار يعطي نص الديكور، انت شنو لازم؟ بيت النوم باش ما عندكش كلاس. والله انا اي لا ساعه نبداو، هو عنده يدوني في الطاقم الفوقاني هو كل شيء موجود فوزي راهو ما شاء الله الى ما شاء الله، هو ساعه طفل صاحب اخلاق عاليه ما شاء الله. خلينا نعيطوا له. تفضل تفضل. نجيب احلام ايش؟ عندنا لي طابل باس، عندنا لي موبل تي في، عندنا جامع نتاع بابيبا حطينا في الكيزونتوار. طبقة في الأول. ريتشوسير. وي. من فوق عندنا دي شومبر أكوشي، الستون اللي حاطين فيه بابيبا، لي كاتالوج نتاع بابيبا. حاطين زاد لي لوميير. أنا سمعت فوز شنو عنده ولا؟ ما شاء الله. أي أنا نشوف أشوف أنا حسن نبداو ببيت النوم. بون الكبير عنده الكبير. بلين هو فهمت شفت لوح اللي عندي مع الكبير يعني يتفرج يعني حاجه مزج حاجه من وراء اقل فهمت مرياش حاجه من وراء اقل فهمت يعني نجموا يجيو برشا الوان اخرين مع اللوح. نعم نجموا يجيو برشا الوان اخرين مع اللوح لكن نتصور انا هذوما الالوان حلو برشا الاشياء
الاشياء هذوما جدد كل باش تعاود تبدل كل شيء راه ولا مش مثلا الدار تكون فيها انا الاكثريه واحد جون كناري كناري بارد مش اصفر اصفر كل يعطي اللون العصفر هنا لا بارد برشا فهمت كله فهمت ان تنجم تقول اي يقرب اي يقرب تنجم تقول اي يقرب انت شفت هذه معناها شفت الاشياء اللي شفتها ليش تمشي مع البوح ومشي مع الراك متيري يعني بصراحه حاجه من وراء اقل كل صراحه تحكي على الزيتاجير هذوك حاجه من وراء اقل يعني تحط فيه مكتوب لا مش كتب لا مكتوب عندي في المجلس عندي مكتبه حلوه برشا فهمتها في حتى عندي مش كتب برشا نقرا انا وتقرا اهلي ام ولادي ويقرا ولادي ما شاء الله بعد جلسه هكا ديما فهمتها خاصه المراه قال مش انا شاحه قاعد تقرا ومش تحاول باش تاخذ جائزه باش تقرر ان شاء الله باذن الله انا معك خاطر المعروف والله لا اشوف انا ديما كنمشي نشوف الحقيقه فيك ايش نقول لك انا كنمشي نشوف الحقيقه دوما ديما نمشي واحد الساعه نطل ونعمل كذا ونقمر ومن بعد ديما هي باش نعطي الراي هي تجي باش ترجع ليميسيون هي لازم تشوف قلت ربي لا لا نجيبها بعد كراهيه فهمت بعد صراحه عجبتني هذيك ترى نشوفوها شوف كمان شوف عجبتني هذيا قد شفت في بون سي فوزي راهو المارياج ما بين البوا والكوير طونطونس نتاع 2013-2014 اللي هذا اللي خارج طبعا نعم اللي يعملوا المارياج ما بين الكوير والبوا انا شفت عندي واحد صاحبي زاد عنده ذوق عزيز وغالي خويا لطفي خالدي ما شاء الله عليه فشفته الستيل هذايا نتاع الميتسرة اللي مخلط بانواع انواع انواع تفضل تفضل انا عندي صاحبي عنده بيت سالة مش المخدد المقسومه كلها الوان انا تخيلت يا فتعطيك يعني فهمت تحس الالوان موجوده في الدار والبيتسالة تعطيك سبحان الله يرتاح الانسان اكثر اكثر فهمت بون جد عنده نوعيته وعنده امور لكن الستيل هذا جديد انا نحبه اكثر بكل صراحه ترى خلي يحكي لنا عن القاعده هذه باش تمتاز السيجور هذه هي السيجور مخدومه في الموس 28-30 اللي هو الموس دور اللي هو مغلفينو احنا دو كوش نتاع وات تحكي على الجرين دي نحكي طبعا على سيس الكركاس الكركاس نجمو نخدموها هكا في التوسي اللي هو هذايا كما نقولو الكابيتال تاعنا هنا نجمو نخدموها اون سيمي ليكوير مارياج ما بين التوسي والسيمي ليكوير نجمو نبدلو زادا في لي كولور نتاع لاسيز والكركاس نجمو نعملو مارياج اونتر دو كولور نجمو نبدلو زادا في لي كوسا في لي كولور نتاعهم هذه تستخدم بارميتر لينير خلينا نوريو بالكاميرا نوريو بالكاميرا باش العباد تبدل حسب الالوان الموجوده في البوار ولا في السجون ولا في الخارج ماشي كل شيء فوزي انت قلت عجبتك انا عجبتك خزي نشوف باش تعجبني حاجه من الاخير اما انا كيف قلت انا تو نحس بحاجه حتى في دبي في البلاصه يعني من افخر الاماكن في العالم تلقى جو جديد حاجه فرحنا نحن الدوسي موجود اه موجود يا زول اسمع ما عادش نحتاجوا توا باش نمشوا للخارج نجيبوا كل شيء من الخارج عندنا كل شيء هنا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله شنو هو اللي انت يختار اي لا حاجه من الاقل شوف الكايتي شوف الكايتي من داخل يعني مش مخد واحد حط كاردونا ولا حط قبل الله اللي اتك عليه يعني تحس بها هنا فمك نتاع النعام ريشة النعام والله مش باق شو كايتي اصبع ولكن ريشة نعام ما شاء الله موجودين عندك التوركواز عندك الاورانجي الفيولي الاصفر عندك الروز شو نجم نكسر اللعب نمشيها مع حسب الطبيب اللي موجود وتعطي تعطي رابير فوزي نجم ننصحك بحاجه انت الكابيتال نتاعك فلوسك وين باش تحطها في صاله ولا في سيجور باش تدوش على الفلوس باش تدوش على الفلوس لا خذ البلديه مش سهل زاك سيسوا كيما شاطر البلديه مش سهل كيما اللي ثابت والبابي بان هذاك بعد ما نختاروا احنا مش عندنا لي كولور تاع صاله باش نختار حسب اللي عندنا في الصاله خذ فلوسك في الصاله فابي با انت معك سيسوار نكملوا بيه زينه تاع صاله فهمت فهمت كملوا نختاروا احنا صاله لي كولور نركبوهم من بعد نشوفوا فابي با شنو نجمو نعملوا ما نقول لك انا كديك حكيت مع قبل هو فلوس باش يحطهم في بيت الو باش يحطهم بيت لقعات مجلس هكاك بيت لقعات ولربما باش يزيد الصاله معاهم بيت لقعات هكاك ولا احنا شفنا بيت لقعات وبلوز مو عجبته نشوفوا بدل واش هذه لا يخرب هذه سالة تحب لنا زوج قروض في قرض في البنك تقول لي زوج قروض شفت هذيك شفت تلمع لا شفت
هذه الطوالة. هاي بولا طوالة. شو طوالة؟ هذا سيميلي كوي. سيميلي كوي. واحد شو هنا في بس؟ لا عنده نوعية خاصة. وعنده واحدة موجودة. يبغى. رجوفها مرتاحة ولا مش فايدة بالزين راح؟ لا ما دام غالية مرتاحة. ما دام غالية بابا تحب تخيل دي مش مرتاحة. تخيل أنت يا. تخيل أقول خدش دي يقولي تبدأ بلوس. نزل دار مقام مش مرتاحة. بس ليش يبغى ليش؟ هاي شنو شريعة الله ده؟ نديه بمية بتسانس. لا تبعوه صوبة كل 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 سولون الاسباس اللي عندك في الدار بون لي موبل تي في توا يخدموا الباس كل ميكرو تاع كل ميكرو باش تنجم تحكي فوالا بون حبيت نقول لك حاجه على الموبل تي في اللي هما يخدموهم توا باس ويعملوا التي في يعلقوها فوق الموبل تي في ماعادش يحطوا التي في مع التلفزه ماعادش يحطوها على الموبل تي في وي توا يخدموها هكا كلهم ستيل انت تلاحظ تقول سبحان الله انا باش نقعد نتفرج على التلفزه وكاينه مرقوم نتاعنا ولا مش كاينه الكولور تاع المرقوم التونسي تعطي برشا رابير على المرقوم التونسي اي تعطي انا حاجه حلوه برشا خذينا معناها التصويره نتاع التراث نتاعنا نتاع المرقوم عملناه في شكل مخده كوسا وحطيناه مع بتساله مودرن عصريه اي برشا نشوف مزيان الزربوية تحلى تجمع زربوية تحلى اي تجمع خطوتي تجمع هذيك الاكسسوار حط فيها الواجهة ديالك بيستاج مع القماش تاعك ريسك بديت نقرب انا الشوا نتاعك السيجور شنو تحب القعده شنو تحب لي كولور اللي فيها نخدموها بون ما ديت لك الكتالوج هذايا الاول بيسك فيه لي كولور اللي يجمو يمشيو مع السيجور نتاعك
اللي انت اخترته بيان سي. اول شيء صعب باش تفهم قداش مستوى التوانسه بصراحه عالي برشا، وزاد قاعد مشي ويعني تو 10 5 سنين تالي باش تمشي تاخذ بتنور بتسالا ما تلقاش الحكايه هذول، تلقاش واحد تفلس على الشباب مزيان كما هذا ويفهمك ويخليك يريحك ويخليك مرتاح وفاهم روحك شو قاعد تعمل. واحد اثنين ما تلقاش شوا شوا ولي مودير نتاع البابي براو، ما كانش بابي براو اصلا موجود، كانش حاجات خفيفه نتاع مدري شنو هو ورقه تلقى مدري كيفاش. لا تو شوف المستوى عليه برشا، ولات الناس اللي حل شارون تفهم في المجال هذايا، ولات حقيقه بالرسمي تفهم في الحكايه. شوف يخليك مرتاح وزوين ما شاء الله قداش من بقى عندك وما يخليكش ضايع يعني. سمي بسم الله، سمي بسم الله. فقلنا قبيله في البشتاش انا هكا راه ورد باهي ورد اي والله ورد باهي حتى كذا حتى كذا تفرج شويه فوالا شوف هذاك حاجه ابرد شويه ابرد شويه اي ولا ثلاث حنين صحيح ثلاث حنين نشوف حاجه لازم نشوف حاجه ولا حاب نشوفه اللي مقمر ديجا خاطر حافظ هو حافظه عرفته يشيله ديريكت. بون فما موديل هذايا غير لو مثلا هذه اكبر شويه من الاخرى في الاسباس معناها نزيد تكبر لك الاسباس وي حاب نعطيك معناها كيفاش هي راكبه ولا كيما هكا شفت شخص هذا ويت كيفاش ولا يعني ما خليكش نزيد ولا نزيد تقنيه فما الموديل هذا خليه يوصل في عرض اي باقي هذا ابل شويه بلاك خاطر ياخذ ياسر خاطر في ياسر الجريج نتاعك هاو رقم نوريك الناس الفوزي وريهم المواطنين حتى المغروم بالحيوانات ينجم يعني بالكعب الكعب ينجم يعني ينجم استاذ والله حاجه عجبتك مش هذه سبعه قبيله شفنا حاجه اخرى شوف ما نحناش لا لا اي هاي هاي صراحه شنو يدخل لساعة مو هذا انت عجبتك الالحان هذا شوف تقول سيرفو سيرفو وهذه تاع الحمار الوحشي شنو هذه اي 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 شنو النمر هذا النمر هذه باش شنو شفته كالشعره نتاع النمر ظهرت اي اي لا شيء كبير شيء كبير تقول برسمي حدا مغروب واحد كل الشعر شيء في الابيض حمار الوحشي شفت حمار الوحشي؟ لا يزن حنا برشا وقت يا فوزي يزن حنا شو شو هذا الحجر هذا في الكوجينه ذي ولا قعدوا في عشان في الهول دونتري في الكولوار في بيت الفطور نجم تكون مثلا واحد عنده ريستورون خاصة بيت الفطور اي ريستورون ولا قهوة ريستورون صح تجيب معك البيتزا كلها بالحطب اي نعم اي كيما ورا الباربيكيو هذيك حتى الاستديوهات تصوروا فيهم تسجلوا فيهم الاغاني تنجم يتعملوا اي ما عادش ممكن اخذت الاستديوهات كلهم كلهم خفاف يكونوا لا نحكي في الهول دونتري ولا في الاداره تاع استوديو الضيوف يجيوكم مثلا كابينين تاع طب شفت كل حجر فوق بعض وموديرن عصري بصراحة بالحق ولا الكابينيت تاع الطب وكل شيء علاه ما يعملوش ديكور هكا يبدا الباسيون يستنى في ديكور حلو علاش ديما يطبيط يطبيط لا لا وعندنا مشكلة في الكابينيت تاع الطب بكل صراحة أنا مش في أنا ما لقيتش في تونس كابينيت تهز العقل بكل صراحة كان في واحد بركة في حي زهور في الدونتيست دكتور في بوخشامة هكا هو برك مطر من السنين متضرر نحن نتمتع نتعب لا تقني لا تدخل تقع حيط ابيض كراسي زاد كراسي ماهوش من مستوى عالي كراسي هكا برك مطر انا كمريض نبدا تعب جاي مريض ديجا مبهش انا نفسانيا ولا تدخل البيدياتر تلقى تاع اطفال حصان هذاك وكروسه فهمت اي كروسه وكرسي ب 350 فرانك قاعدين بيت صغيره وفهمت بكل صراحه والله ما تلقاش ديكور تاع طبيب بينما تمشي لاوروبا دخل كيك دخل ساعة في الكلوار كيك دخل كلينيك ولا المحام ولا المحام كيف كيف أكحل وفيه جغامة كرسي جلد سريو بتاع 350 سنة التالي و علاش المحامين يخافوا يقول لك نبدا سيريو انا كل عمره كل الالوان فاقعه ما نعملش كبيساج خاطر انا محامي وجدي ما نحبش الالوان لا علاش ناقص جدي عصري كل انسان يواكب الانسان العصر فهمت يقبلوا جميع المستويات انا قد ما خاطر انت ما عندكش وقت برشا اي مشو مباشره يعني مشو مباشره خاطر عندك مواعيد من بعد
الجلد هذه حاجه من غير عقل. شوف الريحه ولا انا ما حبش الجلد كل صراحه. لازم نعرف علاش السيفوزي الجلد خطر في الصيف يعرق وانت ساخن في الشتاء يبرد. لكن كنت شوف قطعه هكا قطعه صغيره بسم الله ما شاء الله اللي بدل رايك ساعات. لا 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 ديما كذلك رايي قمت بمو عن الهب الهب تعجبني قمت لكن انا بحب اللي فيها تروى كلور ديجا اوي فيها الكانيل البريس كيما نهار الكو كانا اللي تعلو المحبب نتاعي ولا وفيها التدونك وهي ديال الكلور التدونك على ضوء وي هذي اللي خرجت وهي مالك دخل قدر وزربية اوه لا شوف الحوض يكون يبوست الواحد صدق نشوف من بعد تقول ستوش تقول ساتر زي هنا ستوش تقول ساتر هنا يقولك ستوش تمام لا ترى من بعيد ايش التوش كله فيه ايه 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 شفت ديكور فيه احنا شفت اكل العشرة في الهديك شفت شفت كل ستوش ها شفت احنا كل صراحة هي ما يتوش حتى بلاده انت كيف تكون يعني انا قلت هذه ما يتوش حتى بلاده كل صراحة مش نشكر فيه بروا تحكي عن المنجل الفساد امبرسيف دي ما احنا متعودين بيت القعاد تلزق لازمه هذيك لا هذا استناخ سبق الدرجين الامور ناشفه ولا واحد بدا يسال على وقت قداش ولا يقول لنا راح علينا حتى الضيوف كي يجيو يطولوها شويه اسمعني حتى كي يجيو الضيوف شويه كي نثقال شويه ما قلنا يقلقونا فهمت يغزو الوقت يعرفوا روحهم يقلقونا فهمت اه مش تاخذ وقتك برشا خلاص لا مازالك خمس دقائق معك خمس دقائق احكي لنا عن المقاله في ست ساعات المقاله هي تخدم مورا واضحه بيان شور هي تخدم فيها شيماء كامل حاجه روعه فيها شيماء كيفاش تنجم تركبها سي فوزي تحب تكبر في الريون تاعها تحب تصغر سولون حاجه روعه روعه حاجه روعه روعه وتطلعوا على زاد لا وتعرف انت زاد اللي في زاد في اللي زاد الروعه الروعه شوفك ال يا بابا يا بابا عطريه يا بابا عطريه وعلى الجمال والعشبوبيه وقدها اعطتها منظر عندك هذه الفيلا كبيره لا هذه الفيلا كبيره هذه يزيدها من كفايه يزيدها من كلف كريستال والله كريستال اي كالتلبيز وكل هكا لبس لبس حاجة مودرن حاجة فينو حاجة فينو حاجة كلاس كلاس ما شاء الله ما شاء الله قلت لك ترى نشوفه كمان ايش احنا بنقبل مش تعال شفت كده انت عليه هاي دول هاي توزي احنا لهنا في ترام راعي ومشاعر الكليون راعي وجيو بالكليون تاعنا نخدموا في الكوم تاعها يطيح هذه الصاله نخدموها للسيرفاس اون كونتاكت اون كونتاكت افيك لو كور كله اون كوير والانتوراج نتاعها اون سيمي لو كوير فهمتني باش الكوم تاعها يطيح اش معناتها معناها اي حاجه اللي هي بالخدم مخدومه في الكوير اي حاجه اون كونتاكت ديريكت افيك لو كور كله اون كوير والانتوراج نتاعها الى اون سيمي لو كوير باش الكوم تاعها يطيح سينو السوم تاعها ولي فوا دو هذاك ما نخدمو المواطن فوالا انا من الكوير جاي نمشي للكوير من غادي هاي تراك شوف سيمانيه قلنا سيتوزي فيها تروا كولور هذيا فيها المارون فيها البلون فيها النوار انا حب النوار المرة حسب النوار ياسر الخبيث من الهوات بيت نمت كل مشاهة حلوة بعض حبت انا تلاقي فمتا لكن بالنسبة لواحد كوبر عندك مزرعة كوبر فمتا ما رامو صغيرات صغار مسح 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 بتنوم على شيء سخي شوية أنا بحب هذا المروان تعرفش المروان تجم تم على الجيش تجم بس مع برشا ألوان بيجو كل رما صحي خاصة البيج المروان فاتح المروان غامق البيج فاتح الجون كناريك بطل بريك الجون تشنوها شو غير الجون يا بكر يقتل هذا هو يقتل انت حلو برشا انت تزيد تعمل اضافه شويه اجنبي بالمراه كاتب لي بصراحه صراحة روعة انا نوري للمشاهدين اللي يشوفوا فينا تو في دار ستار كيفاش هدايا بكري الحل الكل وتراو في السلسلة يعني كمال تقرب لها السلسلة وترجع مش رزينة راهو مش رزينة ايه شو قلت لك شو السلسلة ليش تفرج خير بس ظهري في السلسلة لا لا كل صراحة شو مهدوية
برافو والله. لا مش راه رمل ود بصراحه كلمة تقرب. شوف احنا خرجنا برا الخارج وشفنا حاجات ودخلنا في معارض في العالم فهمت، خاصنا في ميلانو تعرف ميلانو يعني شيء كبير فهمت، كان حاجه خايبه نقول لك حاجه خايبه بصراحه حاجه مستوى عالي كل سنه. شوف التجربه هذه ما هذه هذه مع بيت النور تخش تقراها في بيت سهله كان في بربري يصف. شو تزول يا اخي؟ حتى هو الشروم عمل بالنار بيناتهم مش كيف ترانسبارونس معناها. يا شو باش تخيلك الخيالت في التناسخ الالوان. شوف مخدة وكل مخدة فيش مرة فيها. سي وليد ترى المخدة اللي حكى عليهم شدك ايه؟ نمشي لهم وانت احكي لنا عليهم الالوان هذوك وين ينجموا يجيبوا. البابي باك العادة مش بعيد هذا على الاخرة. وي مخدومة في كولونات البابي باك. نمشي مع الانجوانس نتاع الصالة نتاعنا حتى الصالة نتاعنا كان لحقت شوية اللي هي غامقة شوية دونك لازمنا نفتحوها. شنو هما الريدوات هذوك؟ بون هذوما الريدوات اذا كنت تشتغل على البابي باك تعمل ريدوات؟ اه تشتغل لا هو حب يقول لك سي فوزي كان مثلا فما شباك كما قلنا سي فوزي هذه سودي كان سوما 1,990,000 تحت سود 40% ولات 1,194,000 ما شاء الله. عاود السوم خاطر المشاهد يهمه كان السوم كانت هذه 1,990,000 تحت الصوت 40% ولات 1,194,000 معناها السوم في بالي معقول برشا. على الغادي يعني 800 واش اي كنت تعمل 40 تخرير برشا اخر 40 برشا هذه سباقه وجريه ما تاكلش الشاي. ثم بصراحه سي فوزي بكري انا كي دخلنا شوروم قلت لهم صور عجبت برشا ارتحت برشا فيها ارتحت ارتحت وتعجبني الحبسه عجبني البابيبار الديكور بتاع البابا وانا فيها شكرا وكل عادة فرجك البرنامج غادي في القناة ياسر شوف فريا وكل عادة مشاكل مشاكل من الفريا تي لما هكو معك مشاكل الفريا تي ما شاء الله بس فريا كينا موليكيول هذيك ولا اسمع صورة كينا موليكيول تا فيزيك. شوف سي سي عادة شو بها اما هي هذيك هي فيها دو كولور فيها النوار والبلون نقص فيها هذا هاي على الفرج نقص فيها نقص فيها لا مش الفوق اللي حكى الفوق راح الضوء هاي كيفاش شلون كيفاش بزوا نتاع كاتي نو مش تنقص كنت فيها هو يحكي لك فارياتور تاع نو نو لا ما فيهاش لا 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 تجد فارياتور في الواحد تاعك في الحيط في شو اسمه في المفتاح المفتاح وهنا بدون تعليق البيت نوم هذه خرجت برشا تبدلي على دو بوند هذوك في التبدلي وي وي في البيت الغامق في البيت الفاتح وكنت بابي با من التالي عمل خرج الفالور تاع التبدلي في الكري والبوند على اليسار كان يتفاجئ على اليمين ماشي في الكري الغامق فين ذاك اللي بايت ممتاز وحسب رايي انا نجم نبدلوا بابي با بيان سور نجم نبدلوا حاجه اخرى تمشي مع الواحد اما احسن حاجه تصور انا اللي عمل هذا تصور يعني سحب ذوق فهمت سحب اختصاص ما تصورش كان عمل واحد لابورت كيف فهمت في الاخر بكل طريقه تحب ترتاح في بيت النوم نتاعك تعمل كرسي مرتاح هكا خاطر الانسان راهو نهار كامل يخدم ستريسي سواء طبيب ولا مهندس ولا موظف في اداره ولا في بنكه ولا بطال هذا بطال بطال بتعب حتى البطال تو في تونس ولا ستريسي مسكين لازم يدور في خدمه لاوش في خدمه ولا كل مسكين يخمم ولا لا البطال اللي لوش مش البطال اللي قاعد لا 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 هذاك البطال اللي شوف البطال اللي قاعد هذاك يتواكل يتواكل هذاك نجم نقولوا له كان ان شاء الله ربي يهديه ويشرفك ويقوم يخدم نفسه متى اما البطال المتوكل هذاك اللي حاشنا به اش معنى متوكل اللي قام مسكين وعمل مجهود وبذل وما لقاش مسكين فان شاء الله ربي شرعه امين يا ربي اما الاخر المتوكل فما عليه الا يقوم ويشم راسه بعده ويخدم نفسه ويشوف ويبذل مجهود ويتعب ويتخذ اسباب باش نجم يستحلل الخبزه وباش نجم يحللها مش لازم يكون فاعل في المجتمع ان شاء الله بدعواتك هذه ان شاء الله يا رب صحيح تقول الموضوع مش موضوعنا لكن الموضوع موضوع ساعة لو نتواسى في خيالنا في مثل البطل خونا والطبيب خونا والفقير خونا واللبس عليه خونا والمتواضع خونا والمتكبر خونا وال ناس كل اخوه فهمت فاحنا بلاكش نحتاجوا باش نكونوا يد واحده تواسى امين يا رب امين والله اما ان شاء الله قلت ربي القادم يكون افضل ان شاء الله انا هكا تمنياتي وقلت ربي ان شاء الله انا من عاد ديما متفائل يعني انت حلو حتى والله يا اخوي عادل حتى كان نشوف العكس ديما متفائل ان شاء الله خاطر المسلم المؤمن هكا لازم يكون راه ان شاء الله ديما تحسن الظن في الناس الحمد لله مثلا نشوف واحد هكا اموره سوا تعب هكا مسكن ايش انا بيه هكا سكير جاي عربة اي تحسن فيه الظن لعله عسى ربي سبحانه وتعالى ياخذ بيده ودوك يولي ذاك من اكبر العلماء واكبر الائمه صح
صحيح هو على امثله بالك على لا خاطر هو اسمه الرحيم ربي سبحانه وتعالى وعنده كل شيء احنا ما دخلناش في هذه ونجم عكس بالعكس تقوى واحد ضحيه والدنيا وكذا واموره مسكين ماشيه وربما في الاخر في القفله تكون نتاعو فا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى القادم يكون أفضل إن شاء الله يا رب. على كل حال حلو واستمتعنا معكم واستمتعنا بالمحل أي واستمتعنا بالمحل واستمتعنا بصاحب المحل الخونة وليد صاحب الأخلاق العالية كلمة في دار ستار ناجم فوزي فوزي أنت نجمنا ونجم تونس ربي لا يخليك استغفر الله ربي يخوفهم أنا ربي يبارك فيك ربي يبارك فيك برشا وانا نحب استقصيه برشا برشا ونسمعوك مليح نظر ربي يخليك بارك الله فيك انا انت تبع في نشيد فوزي جديده في الالبوم الاخراني يعني تبع في جديد قديم نعرفه اعطيني الاخر بالكل انت الالبوم الاخر الحمد لله وبرشا حاجات عندك راح تدخل اليوتيوب شو اسمه اليوتيوب اسمه الاخراني بكل اسمه امتاع الروح امتاع الروح يكتبها بالعربي امتاع الروح يخرج نعم نعم وجديد ان شاء الله في القريب العاشر وانت متعبنا اليوم في دار ستار ربي يخليك برشا 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 انت خذيت بخاطري وجيت معليش حتى مزيان وبارك الله فيكم فريمون فوزي راه انجاجمون كبيره برشا عنده وانا بسيف معناها باش جاب حاجه مش اي فوالا خاطر الوقت نتاعو سيري حاب نشكر كمان قناه موزيكانا اللي بحضنا كمان اللي صور فينا ان شاء الله تمتعتوا معنا بالفوزي وحلو برشا والديكور ياسر حلو لهنا وليد بحضنا محلاه حتى فوزي عجبه برشا ان شاء الله انتم خذيتوا افكار عن طريق الدرجه اللي صار بيناتنا نحن ثلاثه ممكن اخطانا فيها يمكن عطينا راي غلط يمكن راي صحيح من في الاخر كل حبيناكم انتم من غير ما تتعبوا من الدار تجيو لهنا وتاخذوا الكهرباء وتوصلوا حتى للشوروم وتختاروا وكل شيء هكا وصلنا لكم الشوروم لداركم عن طريق سي فوزي اللي جاب حدانا عن طريق سكره الشوروم موجود في السكره نعم نحب نشكروا صحيح سي فوزي نحب نشكروا سي نادي الغرياني ونشكروا شركه ترام فتحنا ابوابه يعطيك الصحه ونشكروا برشا برشا شركه ترام ونشكروا وليد زاد اللي الضحكه ما تطيحش من وجهه واللي فرح بينا برشا وعطاكم برشا ديزاستيوس في الديكوراسيون ما عليكم كان تكتشفوا وحدكم وتجيو لهنا بعد سي وليد نجموا تزيدوا تاخذوا فكرة على خاطر الميسيون تاعنا عندها وقت ان شاء الله تقابلوا فيها مع نجم جديد في حلقة جديدة من دار ستار عاد جعفوري يقول لكم بسلامة